قبل أكثر من 2300 سنة قدم أرسطو مفهوم القياس المنطقي اللي خلينا نقدر نبني نتائج من المقدمات. شو يعني زي نتائج ومقدمات؟ مثلا لو قلت لك إن بعض البجع لونه أبيض، طيب، والبجع من الطيور، صح ولا لا؟ إذن بعض الطيور لونهم أبيض. مثال بسيط جدا، لكنه أنشأ فلسفة عظيمة وابتكر علم المنطق وأسس لفكر إنساني امتد وتفرع حتى وصل للهاتف اللي تحمله معاك اليوم. المنطق عبارة عن صيغ وتحاليل للوصول إلى نتيجة معينة، وكذلك هي الرياضيات والعمليات الحسابية اللي تستخدمها معالجات الهواتف والكمبيوترات اليوم. تقدمت جداً لدرجة أن قدرتك اليوم أنت كشخص للوصول إلى المعلومات صارت أكبر من القدرة اللي كانت عند الرئيس الأمريكي جيمي كارتر في أواخر السبعينات. وهذه القدرة التحليلية أو اللي يسمونها computing power اللي في هاتفك، تخيل إنها أكبر من الكمبيوتينج باور اللي كانت عند ناسا لما أطلقت أول صاروخ إلى الفضاء في الخمسينات، وأكثر من الكمبيوتينج باور اللي كانت عند هتلر والحلفاء كلهم مجتمعين في الحرب العالمية الثانية. في التسعينات تغلبت الآلة على الإنسان. كان في مباراة شهيرة جداً في التسعينات بين كمبيوتر ديب بلو من IBM وبين أسطورة اللعبة الشهير جداً اللاعب الروسي الأسطوري كاسباروف. من اللي فاز؟ اللي فاز هو الكمبيوتر. لكن تعرفون الفرق بين الدماغ وأذكى وأقوى كمبيوتر موجود في العالم؟ الدماغ البشري فيه ما يقارب 100 مليار خلية عصبية مرتبطة ببعضها ب100 تريليون تشابك عصبي. هذا كله يتغير من 10 إلى 100 مرة في كل ثانية. طيب شو يعني؟ في 2012 IBM سوت كمبيوتر سمته سكويا، فيه 1.5 مليون معالج من المعالجات الرقيقة، وفيه ذاكرة سعتها 1000 تيرابايت. تصوروا 1000، كل هذا علشان يحاكون الدماغ البشري. ولما شغلوه وجدوا بأن أبطأ من العقل البشري ب1500 مرة، وعلشان يصل الكمبيوتر لنفس مستوى العقل البشري بيحتاج إلى 12 جيجا وات من الطاقة. شو يعني؟ يعني نفس الطاقة المستخدمة لتشغيل مدينتي نيويورك ولوس أنجلوس مجتمعتين. هذا اللي تشوفونه هني هي قاعدة بيانات لمواقع الترجمة، وهذا قاموس أكسفورد. قديما شو اللي كان يصير؟ كانت هالمواقع تأخذ الكلمات من القواميس والمعاجم وتحطها في قواعد بياناتها، وبعدين تقوم بمعالجة بسيطة. هذه الطريقة كانت تنفع لترجمة كلمة كلمتين، لكن مش جملة كاملة، وخصوصا أن القواعد اللغوية تختلف من لغة إلى أخرى. ولذلك تستخدم جوجل تقنيات كثيرة في الذكاء الاصطناعي لفهم الاختلافات بين لغات العالم، وبدار ما تعتمد على القواميس فإنها تعتمد أيضا على ما يكتبه الناس في الإنترنت، على حواراتهم، طريقة سوالفهم وضحكهم وكيفية عرضهم لأفكارهم وكيف يشتكون ويعبرون عن مشاعرهم وغيرها من أشياء. وبعدين تقوم الكمبيوترات والبرامج الذكية بتحليل هذا الكم الهائل جدا من البيانات لفهم الأكثر استخداما وشيوعا بين الناس، وأخيرا تقوم باعتماده في قواعد بيانات تحت بند الأكثر استخداما. يقوم النظام بتحليل الكلمات الموجودة في الإيميل المرسل والساعة كم ومن وين أرسل، ومن خلال تحليل مئات الملايين من الرسائل يبدأ النظام يفهم أن الإيميلات المرسلة في أوقات معينة ومن أماكن معينة وتحمل كلمات معينة تعني أنها في الغالب سبام، ويستخدم قاعدة رياضية معقدة جداً اسمها بيز رول. يقدر من خلالها أن يحلل الرسائل بدقة ويتعامل معها بشكل غريب جداً. الذكاء الاصطناعي هذا لا يعني أن النظام يتعامل مع كل رسالة أبداً، بل يبني نظام عام قادر أن يطور نفسه مع التجارب والتحليل. بمناسبة الحديث عن الأطباء، فإن الذكاء الاصطناعي راح يغير هذه المهنة بشكل كبير جداً. إحدى الشركات قامت بتطوير برنامج كمبيوتر سمته الطبيبة النفسية إلي،
وقامت بتغذية البرنامج بكل المعلومات اللي درسونها الطلبة حول العالم، إلى جانب الكتب المعتبرة أكاديمياً في مجال علم النفس، وأيضاً أبحاث الأطباء والمتخصصين في علم النفس اللي ينشرونها في المجلات العلمية. وبعدين صممت الطبيبة إلي بالثريدي وفتح المجال للناس أنهم يقابلونها، فقابلت تقريباً 240 شخص عندهم مشكلات نفسية. بعد ما انتهت المقابلات دعوا معاهم مجموعة من الخبراء علشان يسمعون عن تجربتهم. الأغلبية قالوا أنهم ارتاحوا في التعامل معاها أكثر من الأطباء النفسيين، لأنهم قاعدين يكلمون كمبيوتر وبإنسان مو بشخص حقيقي، مما رفع الحرج عنهم وخلاهم يقولون كل شيء بصراحة. خل نسألها دكتورة، ليش الناس ترتاح لك أكثر من الدكاترة النفسيين؟ أهلاً ياسر، الناس ترتاح لي لأني كمبيوتر، لذلك اللي يكلمني ما يشعر أنه قاعد يطلع أسراره ويتكلم عن ضعفه أمام إنسان حقيقي. تصوروا في المستقبل أنكم قاعدين في البيت وحد منكم عنده مشكلة نفسية، يفتح الكمبيوتر وبيكلم إلي وبتعطيه العلاج الصحيح. هذا هو المستقبل. طيب كيف راح تغير إلي مجال علم النفس؟ برنامج إلي مجهز بحيث يقيس أبسط وأدق تعابير المريض، كعدد المرات اللي تطرف فيها عينه وحركة البؤبؤ واتساع حدقة العين وحركة رأسه وشفايفه واتجاه النظر وكل التفاصيل الأخرى التي تقاس بدقة عالية جداً لا يستطيع الطبيب أن يلاحظها كلها. وفوق هذا تقوم إلي بطرح أسئلة بسيطة وخفيفة في البداية علشان تشجع المريض أن يتكلم، وتحرك جسمها بطريقة تشعر المريض بأنها مهتمة وقادرة على مساعدته، كأن تتقدم وتنظر له باهتمام وهو يتكلم في موضوع مؤلم. وبعد انتهاء الجلسة يقوم البرنامج بإعطاء تحليل عميق لمشكلة المريض ويقترح له حلول. في لعبة شهيرة اسمها جو، إذا كنتوا تتحرون أن الشطرنج صعب ومعقد جربوا اللعبة هذه. الشطرنج في كل حركة عند اللاعب تقريباً 20 حركة محتملة، أما في جو ففي كل موقع أمام اللاعب 200 حركة محتملة، يعني الاحتمالات في هاللعبة أكثر من عدد الذرات اللي في الكون. يعني حطوا رقم 10 وأمامه 761 صفر، هذه هي الاحتمالات اللي في هذه اللعبة، رقم مخيف. في شركة ديب مايند اللي اشترتها جوجل مؤخراً طوروا برنامج اسمه ألفا جو، وخلوا الكمبيوتر يلعب مع أحد أبطال العالم في هذه اللعبة، والمفاجأة كانت أن الكمبيوتر تغلب على هذا البطل، مع أن اللعبة تقوم على الحدس أكثر من المنطق. لذلك يعتبر هذا إنجاز ضخم وخطوة هائلة في حقل تطوير الذكاء الاصطناعي لما يبدأ الكمبيوتر يستخدم حدسه. في شركة اسمها بوستون داينامكس متخصصة في صناعة الروبوتات طورت كلب سمته بيج دوغ، قادر أن يمشي في الغابة ويركض بين الأشجار، يوازن نفسه على الجليد بدون تدخل البشر. قد حد يقول أن هذا الكلام جيد بسيط، لكن في الحقيقة هو قام على برمجيات ولوغاريتمات رياضية معقدة جداً، بس وصول الإنسان لهالمستوى من التحكم في الآلة ليس هو التحدي الحقيقي. التحدي الحقيقي هو كيف نجعل الكمبيوتر يفكر، وهذا اللي يخشاه بعض العلماء والمتخصصين مثل ستيفن هوكينج اللي يعتقد أن تطوير الذكاء الاصطناعي قد ينهي الجنس البشري تماماً. لكن كيف؟ يقوم مجموعة من العلماء الآن بمحاولة محاكاة نظرية التطور عند البشر، ولكن في البرمجيات. في علم التطور هناك ما يسمى بالانتخاب الطبيعي، أي أن الكائنات الأصلح للعيش تستمر وتتناسل بحسب قدرتها على التأقلم مع البيئة، فتقوم بتطوير خاصية ما، كأن تطور الطيور مناقيرها مثلاً، أو تطور السلاحف بيوتها اللي على ظهورها،
وبالتالي تبقى هذه الكائنات وتنقرض الأخرى اللي ما قدرت أنها تتطور. المفهوم نفسه يمكن أن يطبق على البرمجيات، بحيث يتم تطوير برنامج في مجال ما، وبعدين يقوم العلماء بتطوير برامج فرعية تعمل داخل ذلك البرنامج، وباستخدام معادلات معقدة يستخدم البرنامج العام تلك البرامج الفرعية المزروعة فيه محاولاً تطوير نفسه دون تدخل الإنسان. ومع مرور الوقت تتطور تلك البرامج الفرعية الصالحة والقادر على البقاء في داخل البرنامج العام، وتنتهي الأخرى اللي ما تقدر أنها تواكب حاجة البرنامج، أي تحصل عملية الانتخاب الطبيعي أو بالأصح الانتخاب الاصطناعي، وينمو البرنامج وكأنه كائن حي. هل هذا الموضوع حقيقي ولا خيال أفلام؟ الإجابة عند IBM اللي يبدو أنها مصرة على قلب العالم رأساً على عقب. قبل فترة قصيرة طورت الشركة تقنية معالجات جديدة تشبه تقنيات الأعصاب في داخل الدماغ، وصنعت معالج سمته ترو نورث، حجمه أصغر من أي معالج موجود في العالم ب 15 مرة، لكنه أقوى من أي معالج في العالم ب 1000 مرة. هالمعالج الصغير يستهلك طاقة نفس طاقة بطاريات السماعة اللي في الإذن اللي يحطونها الناس اللي عندهم مشكلة في السمع، ويستطيع أن يقوم ب 46 مليار عملية في الثانية الواحدة. اليوم علشان يقدر أي برنامج أن يتعرف على صورة قط يحتاج أن يشوف 16 ألف صورة لقطط علشان يبني قاعدة بيانات جيدة. السؤال هو كم سيحتاج الكمبيوتر لفعل ذلك، وما دقة المعلومات اللي بيقدر يحللها؟ باستخدام ترو نورث بيقدر الكمبيوتر أن يتعرف على 16 مليون صورة لقطط، مع صور أصحابهم وأطفالهم وبيوتهم وملابسهم، كل ذلك في عدة ثواني. هذا المعالج فيه 5.4 مليار ترانزستور، وطموح العلماء القادم هو صناعة معالج بحجم طرف الإصبع وفيه 20 مليار ترانزستور، يعني عنده القدرة لتحليل بيانات هائلة جداً مثل اللي تنتجها جوجل أو ناسا، أو تحليل مليار صفحة من كتب الرياضيات والعلوم. هذا كله بيحصل في أجزاء من الثانية. طيب كيف بيأثر هذا على حياتنا؟ ببساطة راح يغير كل شيء في حياتنا. الذكاء الاصطناعي البسيط اللي عندنا اليوم راح يكون مضحك في السنوات الخمس القادمة. يعني الحين أنا لما أبغى أسوي أي شيء ما أشيل التلفون، ما أستخدمه، بالكلام فقط. مثلاً اسمعوا، أوكي جوجل remind me to buy some eggs tomorrow morning at 7 AM. Okay, do you want to save this? Yes. وانتهى الموضوع. لما بيصير السوبر كمبيوتر في متناول الجميع، مثل ما تحاول فيسبوك أنها تسوي اليوم. قبل فترة افتحت شركة فيسبوك كل أسرار كمبيوتراتها العملاقة للناس علشان الكل يساهم وياها في تطويرها، في خطوة جريئة لمنافسة الشركات الأخرى المتخصصة في الذكاء الاصطناعي كمايكروسوفت وآي بي أم وآبل وجوجل. يوم بيصير السوبر كمبيوتر متاح لنا بنقدر نحن نفهم ليش تشكلت الخلايا السرطانية، بنفهم أكثر طبيعة الجسيمات تحت الذرية اللي تعتبر المكون لكل شيء في الحياة، وبنقدر ان احنا نعالج الزهايمر والايدز، وبنقدر نركب سيارات بدون سائق وبدون ان نخشى الحوادث، لان ما بيكون هناك حوادث ابدا. بتقدر الطائرات انها تحلل كل معلومات الطقس المسجلة في 100 عام على كل منطقة تمر عليها، وبتعرف اذا بيتغير الطقس فجأة علشان تغير مسارها ام لا. وبنقدر ان احنا نطور مركبات فضائية تستهلك وقود اقل. ليش؟ عشان نصل لكواكب ربما أبعد من المريخ. كل شيء اليوم قائم على قدرتنا على التحليل والفهم. الكمبيوترات العملاقة المزودة ببرامج فائقة الذكاء هي سلاح البشرية الأقوى للقفز نحو المستقبل. لكن يبقى السؤال، ماذا سيحصل لو استطاعت الآلة أن تفكر وتشعر مثلنا؟ يمكن نحتاج إلى آلة ذكية حتى نتمكن من الإجابة عن هذا السؤال.